المفعور للجديد طرح بهاء كان من دون علمي سعد. استنتاج المنطقي أن الرئيس سعد الحريري ليس على علم بهذا الأمر بل أنه مستهدف به. التسوية نتائج إيجابية في الداخل وغضب سعودي. السيرة هاي المطروح كما هي بدون آلية تنفيذ بدون خطوة عملية لا ترضي السعودي. صنعاء تشتعل، صالح ينقلب، التحالف يدعمه والحوثي يدعوه إلى التعقل. جزء من السبب لهذا العدوان هو جزء لا يتجزأ من سبب العدوان بسبب تصرفاتهم الحمقى. مع بدء إجراءات عزله ترامب يتجه إلى إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. بيت لحم تضيء شجرة الميلاد. صباح الخير. يكاد لا يخلو نهار من دون تكشف المزيد عن ليل سعد الحريري في السعودية. ولما أحال زعيم الحزب التقدمي وليد جملاط مهمة شهرزاد إلى روائي موثوق فيه هو النائب وائل أبو فعور، فقد كشف ابن الجبل عن ليلة اللقاء مع موفد الأخ الشقيق للرئيس سعد الحريري، وأعلن أن مبعوث الشيخ بهاء قدم لنا مبادرته السياسية بأن يتسلم لابن البكر زمام المبادرة لأنه متحفز للعب دور سياسي. لكن جملاط انسحب من الاجتماع لدواع مرضية، ورأى أبو فعور أن الرئيس الحريري لم يكن على علم بهذا الطرح بل إنه كان مستهدفا به. وإذ نفى أبو فعور تطابق هذا الطرح مع الإعاز السعودي، أكدت مصادر موثوق فيها للجديد أن المملكة كانت وراء إفاد الموفد وطرح الفكرة، وأن بهاء الحريري سبق ونسق هذا الأمر مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكدت المعلومات وفقا لمصدر رفيع الاطلاع أن التواصل مع الرئيس سعد الحريري كان قد قطع من يوم سبت الاستقالة الأسود إلى فجر الأحد، وأنه كان مخطوفا لا محتجزا فحسب. وهذا ما دفع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى القيام بخطوة استباقية كانت تستهدف خوض حرب إلغاء على العهد من خلال توقيف رئيس حكومة العهد. خاض الرئيس أكثر معاركه ربحا، وساندته في بيروت والخارج قوى آمنت بأن رئيس الحكومة كان تحت شدة سياسية. وبعض المؤمنين والحجاج السياسيين إلى السعودية سمعوا من خلال لقاء مع أو في خلال لقاء مع الملك سلمان بن عبد العزيز أن لدى المملكة ما يكفي من الأبناء، وأن ذريتها لم تعد تتسع للوافدين من الأبناء. كل هذا ساهم في دعم قضية الدفاع عن الحريري ابن لبنان أولاً. ومن بين الأدوار الفاعلة التي أحبطت عملية نقل الرئاسة إلى بهاء الحريري كان النائب وليد جملاط، الذي رأى أن بيت الشهيد رفيق الحريري لن يتجزأ، وهو مع هذه العائلة واحدة موحدة متضامنة لا يفرقها طموح مغامر. لكن الحلقة المنقوصة لدى الجميع اليوم هي في السؤال عن الاتفاق الذي أبرم بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد محمد بن سلمان، والذي قضى بتحرير الحريري. فرئيس الحكومة عاد صامتا والغرب احتفظ بالسر، فيما بدأت في باريس أولى مراحل العودة عن التريث في لقاء جمع الحريري بوزير خارجية الأزمة جبران باسيل. وقالت مصادر المجتمعين إن اللقاء كان طويلا وشاملا، وجرى البحث في كل المواضيع واحتمالاتها، وقد حصل اتفاق شامل. وفي وقت تردد أن الحكومة سوف تجتمع الثلاثاء، علم أن الوزراء لم يتبلغوا بعد أي دعوة. لكن الحدث ليس في مجلس الوزراء بل في صنعاء، مع خيط ترابط رفيع من بيروت إلى اليمن، مرورا بالانقلاب الذي نفذه علي عبد الله صالح.
فخصم السعودية انقلب على الحوثيين ومد اليد إلى التحالف الذي تتزعمه السعودية. إذن بعدما وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي نائب وليد جملاط طرح انقلاب بهاء الحريري على أخيه سعد بالهذيان السياسي، فوض الوزير وائل أبو فعور الكشف عن الفيلم لكونه تركه مع مستشار بهاء صافي كالو وانسحب من الجلسة. وعليه أبو فعور يروي للجديد تفاصيل مخطط إطاحة سعد. مع الوزير السر عندك، يعني اليوم نحن حاطين بفعور يكشف المستور، في سر كنتم حافظين عليه اللي هو اللقاء اللي تم في طرح انه يستلم بهاء الحريري مكان سعد الحريري. شو صار بهذا اللقاء؟ الرجل سيد صافي كالو جاء بناء على موعد طلبه يعني السيد صافي الشيخ بهاء الحريري، وطرح مبادرته السياسية أو فكرته السياسية التي تقول بأن الشيخ بهاء الحريري يريد أن يستلم زمام المبادرة ويتحفز للعب دور سياسي نتيجة عدم رضاه عن الأوضاع الحالية، كان على مستوى الإرث السياسي للرئيس رفيق الحريري أو على المستوى السياسي العام في البلاد. لما طرح المبادرة طرحها هو سيد صافي كالو وبناء على طرح من بهاء الحريري، ولا طرح جاي من الخارج تحديدا السعودية؟ جاء موفدا من الشيخ بهاء الحريري، يعني هذا الطرح هو طرح الشيخ بهاء الحريري. كان الجواب الواضح التلقائي من قبل النائب وليد جملاط بأنه وليد جملاط تربطه علاقة تتجاوز السياسي، تصل إلى حدود الصداقة وما يتجاوز الصداقة العائلية والسياسية ببيت الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وإذا كان لوليد جملاط من رأي فهو أن يرى بيت الشهيد رفيق الحريري واحدا موحدا متضامنا بين كل الإخوة. وأيضا كان الجواب بأنه تشجيع الشيخ بهاء الحريري على الوقوف بجانب الرئيس سعد الحريري في المهام والصعوبات السياسية التي يواجهها والتي يعيش فيها، وحتى لو كان كما قال السيد صافي أن هناك شخصيات سياسية لبنانية أو أوساط شعبية لبنانية تتحفز لتلقف هذا الأمر وتنتظر لتلقف هذا الأمر بالكثير من الإيجابية. إنه مستعدة تتقبل بها؟ نعم. بس سألتوا إذا هذا طرح سعودي؟ نعم، سألنا إذا كان هذا الطرح، إذا كانت المملكة من على علم بهذا الأمر. الرجل بكل أمانة نفى أن تكون المملكة على علم بهذا الأمر أو شريكي فيه. يعني مبادرة شخصية بيّن لكم إياها طرح من شخص بهاء الحريري، وهذا ما تيقننا منه، لأنه يعني لو كان هناك طرح من المملكة بهذا الأمر لكان نقل إلينا مباشرة، لم يفتحنا أحد من المملكة في هذا الأمر على الإطلاق. طب مع الوزير هو سألته إذا الرئيس سعد الحريري كان على علم بهالموضوع، يعني هذا الشيء صاير البعض بيعتبره خيانة، يعني إذا صاير من دون علم الرئيس الحريري ولا هو على علم، شو كان موقعك؟ شو حسيت انه مش عارف؟ لا بالتاكيد يعني الطرح يعني الطرح الطريقه التي تم تقديمه فيها بالتاكيد الاستدراج المنطقي الاستنتاج المنطقي ان الرئيس سعد الحريري ليس على علم بهذا الامر بل انه مستهدف به. طيب قبل بقد ايه من الاستقاله صار هذا اللقاء تقريبا؟ مش رح تعطيني حوالي 10 ايام. حوالي 10 ايام ربطتوا بوقتها كنتوا على علم يعني انتوا انه في انقلاب على سعد الحريري؟ نحن أساسا حتى اللحظة لا نستطيع أن نربط، ويمكن أن يكون الأمر مبادرة من قبل الشيخ بهاء الحريري. ونحن برجع بقول نحن خرجنا إلى العلن في الحديث عن هذا الموضوع ليس إساءة لأمانة من زارنا وطرح مبادرة، لأنه تم تسريب الخبر بطريقة ما. ليه نائب وليد جملاط وصفه بالهذيان السياسي بالأمس بتغريدته؟ لأنه ليس هناك ركائز لهذا المنطق الذي يقول بأنه يعني بأنه حلول شخص مكان شخص ممكن أن يعالج الأمر. أيضا غادر، انسحب نائب وليد جملاط، وصل له هذه الرسالة بكل أبعاد؟ لا للأمانة هو النائب وليد جملاط كان انسحب قبل الرسالة، عندما سمع بداية الكلام نتيجة الألم بعد العملية الجراحية اللي كان خضع لها اعتذر وانسحب، بقيت السيدة نورة جملاط وبقيت أنا موجود. أنت حضرتك اللي وصلت الرسالة رجعت يعني هذا النقاش الذي حصلنا هذا النقاش هو رد النائب وليد جملاط حضرتك اللي وصلت؟ نعم.
نائب وليد جملاط من الاساس يعني بس عرف شو مضمون شو هدف هذا اللقاء والموعد اللي طلبه بهاء الحريري للسيد صافي قالوا انه يجي لعندكم انسحب دغري كان مريض كان مريض ولا مرض كان بس مريض. عارف بالموضوع لا فعليا كان خاض العمليه جراحيه وانسحب وشو صار بس انسحب وصلت له كفينا النقاش وكفينا العشاء باستضافه كريمه ومثل عاده وليد جملاط وبيت جملاط باستضافه كل الناس والرجل افترقنا على هذا النقاش الودي وما عدتوا اتصلتوا صار في تواصل وقتها صارت موضوع الرئيس الحريري بالسعوديه هل من بعدها كان الرئيس الحريري انتوا اطلعتوا من بعد ما عودتوا الى لبنان لم نخبر الرئيس سعد الحريري الا عندما تسرب برجع بقول بطريقه ما خرجت عن ارادتنا شو موقف الرئيس الحريري صراحه الرئيس الحريري قال انه هذا ما اتوقعه من صديقي ولي جملاط طب هل نحن عرفنا بموضوع مبايعه بهاء الحريري التي طرح حين كان الرئيس الحريري بالسعوديه وكان في الازمه السياسيه هل بهالفتره رجع انطرح عليكم هالموضوع على الإطلاق نحن كل الكلام أبداً وكل الكلام الذي قيل عن ظروف الرئيس الحريري في المملكة العربية السعودية أو أسميته مبايعة لا علم لنا فيه وليس لدينا تأكيدات عليه على العكس وقتها ما ربطته أنه هو هذا الشيء بلش قبل ما تصير الاستقالة ما بعتقد في رابط بين الأمرين ما بعتقد في رابط بين الأمرين وبرجع بقول نحن سألنا صراحة هل المملكة على اطلاع أجاب الرجل بكل أمانة المملكة ليست على اطلاع ولا علم لها لا بهذا الأمر صار في تواصل مع السيد بهاء الحريري من بعد كل هذا الأمر لا ليس على حد علمي لكن لا أعتقد علي عبد الله صالح ينقلب على الحوثيين ويدعو إلى انتفاضة شعبية وقواته تسيطر على مناطق في صنعاء من قلب صنعاء طلب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح طاولة الأزمة اليمنية خالطا الأوراق من جديد وبات حلفاء الأمس يتقاتلون داخل العاصمة التي سيطروا عليها منذ أكثر من عامين وبعد أربعة أيام من الاشتباكات بين الطرفين وتبادل الاتهامات بينهما تفجرت الأزمة وعلى الرغم من إعلان وزارة الدفاع التابعة للحوثيين وصالح توقف المواجهات وإزالة أسباب التوتر بين الطرفين إلا أن القتال استمر فسيطر مقاتلو حزب المؤتمر الشعبي التابع لصالح على مناطق ومديريات داخل صنعاء بعد طرد الحوثيين منها ومن بينها مبنى التلفزيون والمطار ما دفع زعيم الحوثيين إلى وصف ما حدث بخطوة مشتبه فيها ومتهورة اليوم يقومون بالاعتداءات وإثارة الفتنة والنفير للفتنة والدعوات لتخريب الأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء بل دعواتهم تذهب إلى أبعد من ذلك بغير مبرر أبدا هم في توجه عدائي تخريبي استفزازي غير مبرر أبدا وأناشد رئيس حزب المؤتمر الشعبي الزعيم علي عبد الله صالح بأن يكون أعقل وأن يكون أنضج وأرشد من تلك الميليشيات العابثة المتهورة وأن يتفاعل إيجابيا مع كل الجهود الرامية إلى وقف هذا التهور وهذه الفتنة مناشدة الزعيم الحوثي لم تلقى آذانا صاغية من صالح الذي استكمل تصعيده بظهور إعلامي دعا فيه إلى انتفاضة شعبية على الحوثيين مبديا استعداده لفتح صفحة جديدة مع دول التحالف العربي في مقابل وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن هما جزء لا يتجزأ من سبب العدوان بسبب تصرفاتهم الحمقى ليس في الداخل ولكن مع الآخرين تصرفات حمقى ومع ذلك أننا في هذا اليوم الثاني من ديسمبر أدعو كل جماهير شعبنا العظيم في كل المحافظات في كل المديريات في كل العزل في كل الأحياء في كل مكان إلى أن يهبوا هبة رجل واحد للدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة والحرية من قبل هذه العناصر التي قامت بهذا العمل الغير مسؤول منذ 3 سنوات وهي تعبث بمقدرات الشعب وتنهب المؤسسات
تحرك حزب المؤتمر الشعبي ضد الحوثيين سرعان ما لاقى صدى لدى التحالف بقيادة السعودية الذي بارك الخطوة، معلنا أيضا أنه يثق بأن صالح وحزبه سيعودان إلى المحيط العربي ليعود زعيم الحوثيين ويطل بكلمة متلفزة مساء اتهم فيها قوات صالح بأنها باتت تتحرك بأوامر وفي إطار دول العدوان، وبذلك يكون اليمن قد دخل فصلا جديدا من فصول أزمته. بعد الانقلاب في اليمن، خلاف سعودي إماراتي قطري على تويتر. بعد تغريدات الوزير السعودي المفوض في وزارة الخارجية السعودية وليد البخاري وعضو مجلس الوزراء في دولة الإمارات أنور قرقاش التي اتهم فيها قطر بدعم الإرهاب ومحاولة إنقاذ الحوثي في اليمن، رد مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي على تغريدة قرقاش كاتبا: من المؤسف أننا نرى وزير خارجية ممثلا للدبلوماسية ويحاول إجهاض جهود سمو أمير الكويت التي تشكل بارقة أمل لشعوب الخليج ونحن على أبواب قمة خليجية. وأضاف رميحي عبر صفحته الخاصة على تويتر: لا جديد في كذبكم، بعد هزيمتكم النكراء في اليمن بدت مواقفكم تتلون بحسب المصلحة، وفجأة أصبح عفاش من مخلوع إلى الرئيس السابق، وتروجون بلا خجل لاتصالات قطرية مع الحوثيين، لابد من إقحام قطر في الموضوع حتى تجدوا مسوغا لإعادة العلاقات مع علي صالح والذي يتحكم بدهاء بالأمور باليمن كيفما يشاء. هناك تعمد لإثارة كل هذا الغبار السياسي قبل قمة الكويت. وكان البخاري قد كتب في تغريدة له عبر تويتر: انكشف العبث القطري بأمن الخليج من خلال دعم الدوحة لمختلف أصناف التنظيمات الإرهابية، ليعود القرقاش ويغرد كاتبا: الوساطة القطرية لإنقاذ ميليشيات الحوثي الطائفية موثقة ولن تنجح لأنها ضد إرادة الشعب اليمني الذي يتطلع إلى محيطه العربي الطبيعي. أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني أمام مؤتمر الحوار المتوسطي في روما أن مقاومة التغيير تؤدي إلى الإرهاب والتطرف وعرقلة حل مشكلات في المنطقة، معتبرا أن أزمات المنطقة جزء من لعبة القوى وحال الاستقطاب، وقال إن تهور بعض قيادات المنطقة يؤدي إلى زيادة المشكلات وأن علينا أن ندخل في مفاوضات من أجل الأمن والتعاون في المنطقة، وأن قطر تؤدي دائما دورا مهما في منطقة الخليج. ورأى وزير الخارجية القطري أن حصار بلاده يمثل عقبة أمام إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة. إن تهور بعض قيادات المنطقة يؤدي إلى زيادة المشكلات، ورأينا ذلك في قطر وكذلك في لبنان، وهو ما حصل أيضا في الصومال واليمن وليبيا والعراق، ولذلك لا بد من وجود منصة لرفع الشكوى إليها بشأن أي تدخلات خارجية. مواقفنا لا يمكن أن تؤدي إلى أي تهديد أمني للمنطقة ولا مبرر للعدائية التي تبديها بعض الدول تجاه قطر، ولا بد من البحث عن حل، ونحن تصرفنا دائما بهدوء وطلبنا اللجوء إلى الحوار. إن عدم التوصل إلى اتفاق لا يجب أن يؤدي إلى الإضرار بدولة مهما كانت صغيرة، وكان هناك اتفاق خليجي على أن أفضل وسيلة للتغلب على الخلافات مع إيران هي الحوار، وأتمنى أن تنضم إلينا كل دول الخليج للعمل معا على حل الخلافات. وصل رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق إلى مطار القاهرة أمس قادما من الإمارات على متن طائرة خاصة، وقالت مصادر إن شفيق خرج من صالة كبار الزوار كأي وزير سابق، واصطحبته السلطات المصرية في موكب من السيارات إلى خارج المطار وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يتوجه إلى أحد الفنادق وليس إلى منزله. وقد توفد عدد كبير من مؤيديه إلى مطار القاهرة الدولي لاستقباله. وكان أستاذ العلوم السياسية الإماراتي عبد الحق عبد الله قد غرد على تويتر قائلا: الفريق أحمد شفيق يغادر الإمارات معززا مكرما في طريقه إلى القاهرة مع التمنيات له بالتوفيق، وأرفق التغريدة بصورة تظهر شفيق وهو في الطائرة. يأتي ذلك بعدما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية وعم عن مصدر مسؤول قوله إن المرشح المحتمل للرئاسة المصرية أحمد شفيق غادر الإمارات عائدا إلى القاهرة، مؤكدة أن عائلته ما زالت موجودة في أبوظبي وتحظى برعايتها.
بعد الفاصل، أموال حزب الله لا تمر عبر المصارف اللبنانية. أهلا بكم من جديد. أين أصبحت التسوية الحكومية الجديدة؟ وهل يولد الحل قريبا؟ تفاعلوا بالخير تجدوه. وسط تصاعد البوادر الإيجابية التي عكستها مروحة الاتصالات الداخلية الجارية والمشاورات البارسية على خط باسيل الحريري ماكرون التي توحي في معظمها بفرج غير بعيد وبحلحلة للأزمة، برز في الساعات الأخيرة موقف تصعيدي سعودي لافت في وجه حزب الله بعد أسابيع من الصمت والترقب. العالم يجب أن يكون صارما ويتخذ قرارا ضد هذا الحزب لكي ينأى بنفسه لبنان عن المشاكل ويصل إلى مستقبل مزدهر. تصويب الجبير على سلاح حزب الله سبقه تصعيد إقليمي تمثل في سقوط صاروخ باليستي من اليمن أصاب السعودية، وبتنديد حريري لافت لاستهداف المملكة، تلاه بعد ساعات تغيير دراماتيكي في موازين القوى الداخلية اليمنية. فما مصير التسوية الجديدة من كل ما يحدث؟ يعني نحن نقول بعد إلى حد ما إيجابية، ولكن محليا، ولكن يبدو عربيا أنه ليست بالمستوى المطلوب، يعني خاصة على صعيد المملكة العربية السعودية. الصيغة هاي المطروحة كما هي بدون آلية تنفيذ، بدون خطوات عملية، لا ترضي السعودي. ما زال الحل بده يعني ما زال يتطلب مزيد من الجهود والمساعي على اكثر من صعيد، بدليل انه التصريح اللي ادلى به وزير الخارجيه السعودي بالامس انه في مصارف لبنانيه عم بتعمل الواشنج ماشين الواشنج ماني للأموال حزب الله، هذا يوحي وكأنه المملكة العربية السعودية غير راضية. التزمت المملكة الصمت أسبوعين تترقب، فجاءت النقاط الثلاث للصيغة الجديدة: الطائف والنأي بالنفس وعلاقات لبنان العربية دون المطلوب. في جلسة مجلس وزراء الخميس بده يناقشوا هذه الصيغة المقترحة اللي تم التوافق عليها. هو هذا التوافق السياسي حول هذه الصيغة أشاع أجواء الإيجابية، وكلام الرئيس سعد الحريري اللي اعتبر أنه الأسبوع الجاي هو أسبوع بالفرج كمان أشاع هذه الأجواء الإيجابية، على اعتبار أنه هذه الصيغة فيها توافق لبناني. ولكن إذا هذه الصيغة لم تكن كافية بالنسبة للمملكة العربية السعودية، معناته نحن بعدنا بوضع يعني ما انتهينا، ما خرجنا من الأزمة. وفي انتظار أن تصل التسوية الجديدة إلى خواتيمها، يترقب أن تنعكس الأحداث اليمنية على الساحة اللبنانية، لا سيما بين السعودية ولبنان، يمن. دارين دعبوس، قناة الجديد. وزير خارجية السعودية عادل الجبير يوجه اتهامات إلى مصارف لبنان وخبراؤه يردون. حزب الله يستخدم المصارف اللبنانية ليغسل الأموال والموانئ اللبنانية لتهريب المخدرات. ما قاله وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في شأن حزب الله واستغلاله المصارف اللبنانية لتبييض الأموال أثار زوبعة مصرفية بامتياز، وأتاه رد سريعا عبر تأكيد رئيس جمعية المصارف جوزيف ترابي أن تصريحات الجبير كلام سياسي من دون أي سند قانوني أو واقعي له، وليس لصاحبه أي صفة لإثباته، لافتا إلى أن مصارف لبنان نجحت في اكتساب صدقية دولية من جراء تحييد أعمالها عن نشاطات حزب الله وغيره من التنظيمات المدرجة في لائحة العقوبات الدولية. فيما غرد الوزير السابق المصرفي مروان خير الدين عبر تويتر قائلا: إلى كل حريص على مصارف لبنان نقول: لبنان أضحى مدرسة تتعلم منها المصارف العربية كل ما يمت إلى العمل المصرفي عموما وإلى أصول الامتثال والإدارة الرشيدة خصوصا، والشاهد على ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، كفى مزايدة من البعض وشكرا رياض سلامي. ولكن ما مغزى كلام الجبير وإلى ما يهدف؟ تخبيص وخفة ولا مسؤولية، ويبدو أن الهجوم السياسي مستمر، وهو استكمال لما حصل قبل 3 أسابيع مع التحفظ على حركة الرئيس الحريري في الأراضي السعودية، ويبدو هالمرة بكلام خطير عم يطال مصالح اللبنانيين كلهم.
تبييض الأموال ليس كلاما يطلق على عواهنه في الهواء كما يحاول أن يوحي وزير الخارجية السعودي، بل هو يخضع للكثير من الضوابط الصارمة. ولنقل أن زيارات المنتظمة للاحتياط الفيدرالي الأمريكي إلى لبنان في السنتين أو الثلاث سنوات الأخيرة أظهرت أنه ليست هناك ديفريسوارات خروقات كبيرة بما له علاقة بعملية التبييض، بل تبين أن الهم الأساسي عند الطرف الأمريكي هو وقائي. ينبغي على اللبنانيين أن يتعظوا ويستخلصوا الدروس، وربما تكون مناسبة ينطبق عليها وصف رب ضارة نافعة، لأن هذا الاعتداء من شأنه ويجب بالأحرى أن يعزز مفهوم الوطنية اللبنانية، وربما ببعد استراتيجي التفكير بإطار من التوافق اللبناني اللبناني بعيدا عن الارتهان التاريخي بالراعي الأجنبي. ويبقى الحل في رأي الدكتور حمدان في وضع خطة استراتيجية تساهم في إيجاد اقتصاد بديل غير مرتهن للخارج وقوامه طاقات الداخل ومقدراته. ألين حلاق، قناة الجديد. تنشيط الاقتصاد اللبناني من خلال إعادة أعمار سوريا، والشرط الأساسي التنسيق بين الطرفين. 250 مليار دولار هو المبلغ المطلوب لإعادة أعمار المناطق المدمرة في سوريا، هكذا قال المبعوث الأممي ستيفن ديمستورا. لبنان البوابة الحدودية مع سوريا، سيشارك بكثافة في إعادة الأعمار، فكيف سيستفيد الاقتصاد اللبناني من ذلك؟ لبنان بإعادة أعمار سوريا عنده دور أساسي بالموضوع لأسباب متعددة. أولاً العلاقات الجغرافية والتاريخية والاقتصادية والمالية والاجتماعية مع سوريا. ثاني شيء، لبنان صار عنده خبرة واسعة بموضوع إعادة أعمار، إن من ناحية إعادة أعمار لبنان أو من إعادة أعمار فيما يتعلق بحرب تموز. ثالث شيء، لبنان عنده اتصالات كتير واسعة بالخارج، يعني رجال أعمال لبنانيين بكبار الشركات العالمية اللي هي متخصصة بموضوع إعادة الأعمار. رابع نقطة بالموضوع، قصة القطاع المصرفي اللبناني المتين والمنتشر عالميا، أيضا في عنده إمكانيات واسعة أن يلعب دور أساسي بهذا الموضوع، خاصة على أنه القطاع المصرفي السوري أنه ضعيف بهذا الموضوع. مرفأ بيروت وطرابلس سيكونان ركيزة الانطلاق في عملية إعادة الأعمار، إضافة إلى المعابر الحدودية البرية. فهل من ضرورة للتنسيق الاقتصادي مع الجانب السوري؟ المرحلة المقبلة بده يصير في تنسيق بين الدولة اللبنانية والدولة السورية، لأنه هذه أحد الشروط الرئيسية. لبنان بدأ يتحضر لموضوع إعادة أعمار سوريا، والمثال على ذلك بشكل واضح اللي هو حاليا عم يحصل بطرابلس من إعادة تأهيل وترميم مرفأ طرابلس، سيكون هو منافس لمرفأ طرطوس والمرافق السورية من إعادة أعمار الدول أو المدن القريبة، المدن القريبة على الحدود اللبنانية السورية. تغيب الأرقام الدقيقة عن التكلفة الحقيقية لإعادة أعمار سوريا، لكن لبنان أمام فرصة للنهوض الاقتصادي وتنشيط اليد العاملة في انتظار قرار من الدولة اللبنانية بالتنسيق مع الجانب السوري الذي لا يتعارض مع فكرة النائب النفس. ناصر بلوط، قناة الجديد. أعلن مرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. في تطور غير مسبوق، توقع مسؤولون أمريكيون أن يلقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطابا يوم الأربعاء المقبل يعلن فيه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بحسب ما نقلت وكالة رويترز، إلا أنه من المرجح أن يؤجل ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس على الرغم من إعلانه المرتقب، في ظل تحذيرات من أن تؤدي الخطوة إلى مزيد من العنف. المتحدث باسم مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض رفض التعليق على تلك الأنباء قائلا: ليس لدينا ما نعلنه، إلا أن المعلومات الصحفية التي تمهد لخطوة خطيرة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي دفع السلطة الفلسطينية إلى التشديد على أن الحل العادل للقضية يجب أن يبنى على أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن القدس الشرقية بمقدساتها هي البداية والنهاية لأي حل ولأي مشروع ينقذ المنطقة من الدمار، فيما حذرت حركة حماس من جهتها داعية الشعب الفلسطيني إلى الوقوف سدا منيعا وتأجيج انتفاضة القدس
كي لا تمر هذه المؤامرة. وهكذا يكون ترامب قد أدخل القدس في بازار مقايداته الداخلية لبقائه في سدة الرئاسة، في ظل الحديث عن بدء إجراءات لعزله من منصبه، وها هو الرئيس الأمريكي يحاول عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أن يستدر عطف اللوبي الصهيوني لتخفيف الضغط الداخلي عليه، خصوصا بعد إقرار مستشاره السابق للأمن القومي بتقديم بيانات خاطئة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI بشأن اجتماعات عقدها مع السفير الروسي لدى واشنطن قبل أن ينصب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وهو المستشار نفسه الذي تدخل لدى روسيا لمنع إدانة إسرائيل لاستمرارها في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. في أول تعليق له على إقرار مايكل فلين بالكذب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس هناك تواطؤ على الإطلاق بين حملته الانتخابية وروسيا. وفلين هو ولو عضو من إدارة ترامب يقر بالكذب في تهمة كشف عنها تحقيق موسع يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في محاولة روسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية في عام 2016، وتواطؤ محتمل مع مساعدين لترامب في هذا الأمر. ووافق فلين على التعاون في التحقيق بعد اعترافه بأنه قدم تصريحات كاذبة إلى مكتب التحقيقات الاتحادي بشأن اتصالات أجراها في كانون الأول الماضي بالسفير الروسي لدى الولايات المتحدة. وقال ممثل الادعاء أن فلين تلقى أوامر من عضو بارز جدا في فريق ترامب الانتقالي بالاتصال بروسيا وحكومات أجنبية أخرى لمحاولة التأثير عليهم قبل التصويت. وقالت مصادر لرويترز أن هذا العضو البارز كان جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره البارز. بعد الفاصل في أجواء الميلاد، صلي على محمد. أهلا من جديد. بين عيدي المولد النبوي الشريف والميلاد المجيد، موسم الأعياد افتتح رسميا. من رحم الحروب والدمار خرج أطفال يتمسكون بحقهم في اللعب بعيدا من صراعات الكبار. فمع مرور عيد المولد النبوي الشريف وقدوم عيد الميلاد المجيد، تبتعد الأجواء عن يأس السياسة وتوتر الخلافات لتزين بهدايا الأعياد. هو يوم أمضاه أطفال الجمعيات ودور الأيتام، لبنانيين منهم ونازحين، بين لعب وضحك واختبارات على الرغم من بساطتها، إلا أنهم عاشوها للمرة الأولى. أول مرة بشوفهم. حلو؟ من سوريا. أول مرة بتحضر فيلم سينما؟ إيه. كيف لقيت هالتجربة؟ حلوة وبتسلي. وفيما فتحت دار السينما أبوابها، زينت طاولات الطعام استعداداً لاستقبال ضيوفها الذين ببراءة وجوههم امتزجت الأعياد. عيد الميلاد؟ عيد المولد النبوي. عيد الميلاد. أول مرة جاي لهون. بشو انبسطت أكثر شيء؟ بالملاهي. صلي على محمد. هو موسم يحمل الفرح إلى قلوب الصغار والكبار على حد سواء. فيه يسعى الناشطون الاجتماعيون لرسم بسمة على وجوه طفولة تكبر في ظل ذنب لم ترتكبه. مش دايما هن بيكون عندهم القصص اللي نحن عنا اياها، سو بالنهاية دايما بحب انه يكون البسمة على وجههم بهالسيزون، سبيشلي انه نحن هلا كلنا مبسوطين متحسينه، وهن مش دايما بيكونوا عندهم البسمة اللي نحن عنا اياها. كل سنة جمعية جي بتتواصل مع بعض المراكز الإنسانية وبندعيهم من كل لبنان وبيجوا أهلا وسهلا فيهم. اليوم النشاط للكريسماس، كما بالمقابل نحن نعمل نشاط بشهر رمضان الكريم ومنقدم أفطارات فيه، وبتلتقوا الأولاد مثل ما شايفة ليفرحوا وينبسطوا، بيحضروا فيلم سينما، بيطلع لهم كادو، بيأكلوا لقمة بينبسطوا فيها، بيتغدوا، بيرجعوا بعدين بيعملوا أكتيفيتي وبياخدوا الكادو بيروحوا على البيت وهن فرحانين. شهر الأعياد افتتح رسمياً ليختتم سنة حملت مخاضات ولدت أمنيات أودعها الأطفال سماء زرقاء واسعة كأحلامهم. جوال الحاج موسى، قناة الجديد. بيت لحم تضيء شجرة ميلادها.
في بيت لحم عادت عقارب الساعة 2017 عاما إلى الوراء، فها هي المدينة التي استقبلت المسيح وليدا في مزود تضيء شجرة الميلاد احتفالا ببدء موسم الأعياد. الترانيم والأناشيد ارتفع صداها في ساحة المهد في بيت لحم، وحضر الاحتفال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، فيما تولى البث المباشر إدارة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في فلسطين برئاسة المشرف العام على الإعلام الرسمي أحمد عساف. وأدى التراتيل الدينية الفنان يعقوب شاهين، وكان لافتا مشاركة الفنانة عبير نعمة عبر الشاشة بصوتها الملائكي. إضاءة الشجرة تعمل وفق نظام راد جرين اند بلو، بحيث تعمل على الإيقاع الموسيقي، وهو ما يميزها من سابقاتها. الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد في مدينة الميلاد تسير على قدم وساق، بحيث تستعد أيضا مدينة بيت لحم لافتتاح سوق الميلاد الذي يشارك فيه نحو 25 دولة. أخبار من مواقع التواصل الاجتماعي مع سارات صالحة. مرحبا. قرعة كأس العالم الحمد لله مرقت على خير، والمذيعة الروسية لبست محتشم على قد ما بتقدر من بعد ما انهالت عليها الطلبات الإيرانية على تويتر وإنستغرام إنها تراعي ملابسها حتى ما يتم قطع البث بإيران. مذيعة ماريا كانت شوقت متابعينا على إنستغرام بصورة لرداء أسود مثير، ولكنها وضحت أنه مش هو يلي رح تلبسه خلال القرعة النهائية، لتظهر وأخيرا مرتدية ملابس محتشمة وتغرد من بعدها تويت كتبت فيها إيران هل أنت سعيدة. إلا أن القرعة نفسها ونتائجها كان لها نصيب كبير على مواقع التواصل يلي حملت تعليقات كتير عليها بين سعيد بالتوزيع وغاضب منه، إلا أنه أهدم الفيديوز وأكثر انتشارا بيرجع لشاب مصري حب يوجه نصيحة صغيرة لمجموعة مصر بكأس العالم. نخش بقى على روسيا. روسيا بقى هنظبطها، معلش يا عم بوتين احنا جايين كمان معاك في نسب، يعني احنا ماشيين معاك في نسب وبتاع، وممكن نتجوز ويبقى زيدنا في دقيقنا، فسهل الامور معانا عشان ما تتبهدلش. خش على السعوديه، انا قلت امبارح السعوديه خدت طيران وسرابير وظروفنا الثلاثه منتبه عليه، تيجي بقى تقول لي لا انت بتاخد لك رز وكبسه؟ مفيش كبسه، مفيش كبسه، لقاء الكبسه والطعميه لازم الانتصار للفلافل، احنا لازم نكسب السعوديه. وتحيه للكابتن مجدي عبد الغني عليه العوض، خلاص يا ابو المجانين عليه العوض يا كابتن مجدي، قناه سبيس توم مستنياك هتحلل فيها. ننتقل لقصة مؤثرة جدا انتشرت بشكل واسع على تويتر من بعد ما نشرت صبية رسائل معايدة من والدها المتوفي لها بمناسبة عيد ميلادها 21. صبية يلي توفى بيها من هي وعمرها 16 سنة بسبب إصابته بالسرطان، قرر يكتب لها رسائل مقدما ليوصلوا لها بعيدها كل سنة مع باقة من الورد لحد ما تبلغ 21 من عمرها، لتتلقى من أسبوع آخر باقة ورد من بيها مع آخر رسالة مؤثرة طلب فيها من بنته تعيش حياتها بسعادة، تحترم أمها دائما، تحافظ على نفسها وما تذرف أي دمعة على بيها لأنه هو هلأ بمكان أفضل. لتشارك الصبية رسالة على تويتر وتحصد عليها 1,500,000 علامة إعجاب و372,000 ريتويت. أما آخر أخبارنا فهو خبر سعيد لكل يلي بيتضايقوا من إزعاج الجروبس على الواتساب وكثرة الحكي فيها، لأنه واتساب عم تختبر ميزة جديدة بتمكن الأدمن أنه يتحكم بأعضاء الجروب ويمنعهم من الحكي والتعليق أو إرسال صور أو فيديوز إلا عبر طلب إذن شخصي منه من خلال إرسال رسالة خاصة، وفي حال وافق عليها بيتم نشرها على باقي أعضاء المجموعة. ميزة شايف فيها البعض حسنات كتيرة مثل التركيز على الرسائل المهمة فقط، ولكنها بالحقيقة رح تحرم بقية الأعضاء من حق التعبير. ومع هالميزة المهمة أنا بدي ودعكم وأتمنى لكم سهرة مميزة. لمزيد من التفاصيل تابعونا عبر صفحة ترينز على فيسبوك وعبر صفحاتي على فيسبوك، تويتر، انستغرام، سناب شات، وعلى الأكيد ما تنسوا تتاج عند هاشتاج ترينز حتى نقدر نتبع أخباركم ونقولها بنشرات لاحقة. باي.
ونبقى الآن مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت، ونبدأ مع الديار التي عنونت: ترامب قد يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل الأربعاء، هل تسقط أنظمة عربية أمام مظاهرات المسلمين؟ مداولات مجلس الأمن بشأن 1701، دعم فرنسي ومصري للبنان. أيضا في الديار: مجلس الوزراء يجتمع هذا الأسبوع برئاسة عون، قرار التسوية النائب النفس بموافقة كل الكتل. السعودية ترشو علي عبد الله صالح الذي انقلب على الثورة، معارك طاحنة في صنعاء، الحوثيون يعتبرون صالح خائنا للشعب اليمني. ننتقل إلى صحيفة الحياة التي عنونت: فشل محاولات لحزب الله وطهران والدوحة للتوسط، والحرس الجمهوري استعاد وزارات الدفاع ومؤسسات رسمية، التحالف العربي يبارك انتفاضة علي عبد الله صالح على الحوثيين. أيضا في الحياة: السلطة تعتبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل نهاية لعملية السلام والدور الأمريكي، مجموعة دعم لبنان تلتقي الجمعة في باريس، قصف إسرائيلي على مستودع أسلحة في ريف دمشق الغربي. ونختم مع الشرق الأوسط التي جاء فيها: قوات صالح تسيطر على مواقع حيوية، والتحالف يرحب بانحياز المؤتمر إلى الشعب، وواشنطن تدعم الدعوات إلى حل سلمي، انتفاضة صنعاء تفاجئ المحور الإيراني، فرحة صامتة في العاصمة اليمنية، قائد الوحدات للشرق الأوسط سنرد على أي هجوم تركي، ربع سوريا تحت سيطرة الأكراد، وخمسة قواعد أمريكية. كان في النشرة أبو فعور للجديد، طرح بهاء كان من دون علمي سعد. استنتاج المنطقي أن رئيس سعد الحريري ليس على علم بهذا الأمر بل أنه مستهدف به. التسوية نتائج إيجابية في الداخل وغضب سعودي. السيرة هاي المطروحة كما هي بدون آلية تنفيذ، بدون خطوات عملية لا ترضي السعودية. صنعاء تشتعل، صالح ينقلب، التحالف يدعمه والحوثي يدعوه إلى التعقل. جزء من السبب لهذا العدوان هو جزء لا يتجزأ من سبب العدوان بسبب تصرفاتهم الحمقى. مع بدء إجراءات عزله، ترامب يتجه إلى إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. بيت لحم تضيء شجرة الميلاد. إذن بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة. طبعا لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، على الفيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. إلى اللقاء عند 10:30.